أهميته هو لأنه أساساً عروض تقدم من طرف قدر من الخبراء من هذه الجهات المعنية كاملة، المكتب الدولي للشغل والمكتب والمعهد الكوري للعمل، ومشاركة بالطبع الاتحاد الأوروبي وخبراء منه ومدراء منه ووزير نائب وزير العمل الكوري. هذه هي الجهات اللي تعرض هذه العروض اللي مقدمة في إطار هذا الموضوع اللي هو، والخلاصات هو يدور مدة نهارين اليوم والصبح، والخلاصات النهائية تنقبل الصبح في تقرير مثلا توافق عليه الناس كاملة. منظمة من طرف المكتب الدولي للشغل والاتحاد الأوروبي والمعهد الكوري للعمل كوريا الجنوبية، ويدور حول تأثيرات الرقمنة والانتقال من التأثيرات على العالم، عالم الشغل وعلى العمل وعلى العمالة بصورة عامة، والتحضيرات اللي تتطلب الانتقال من هذه المراحل اللي كنا فيها والتأقلم مع هذه عالم الرقمنة. هذا هو جوهر النقاش اللي يدور حالاً.